مضيق الدردنيل وهو مضيق حيوي للغاية وهام للعالم أجمع، تم إغلاقه خوفا من امتداد النيران. طبعا هناك العشرات عانوا من ظروف صحية جراء هذه الحرائق وألسنة اللهب وتصاعد الدخان الكثيف في سماء المدينة. السلطات الصحية تدخلت على الفور وبالفعل قدمت الرعاية الصحية لهؤلاء الذين تضرروا من الدخان الكثيف الذي غطى سماء مدينة تشانكالي. مدينة تشانكالي واحدة من أهم المدن التركية، تقع بالقرب من اليونان أمام شاطئ تشانكالي على الفور. هذه الجزر المتنازع عليها مع دولة اليونان. تشتهر أيضا تشانكالي بزراعة القمح، يعني مدينة هامة. حتى الآن يقال بأنه الأسباب يعني طبيعية كما يقولون، أو أنها ترجع لإرادة المولى عز وجل دون تدخل من أحد. لكن البعض الآخر يتحدث عن أنه هل هناك مثلا محاولات لاستهداف الدولة التركية، لكن في النهاية السلطات الأمنية في تركيا لم تشر بأصابع الاتهام لأحد. نتحدث عن أنه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مع الأسف الشديد شهدت دولة اليونان أيضا حرائق غابات قوية للغاية، وتركيا عرضت عليها المساعدة، والآن حرائق الغابات تمتد لتصل لولاية تشانكالي التركية. وهناك مجهودات كبيرة الآن تبذل من قبل الحكومة التركية في سبيل إنهاء وإخماد هذه الحرائق التي اندلعت في ولاية تشانكالي التاريخية. طبعا هناك معركة تاريخية يعني يتذكرها الجميع متعلقة بتشانكالي والدفاع عن الدولة التركية في وجه الاحتلال الأجنبي وامتزاج دماء الشهداء الأتراك والعرب في هذه المدينة. لذلك نتحدث بالفعل عن مدينة تاريخية عريقة الآن تعاني جراء هذه الحرائق.